انا اتجوزت البنت عزيزه. حسيسه مين؟ عزيزه بنت ام عزيزه. كعب داير؟ ما تلم نفسك انت وهو، هي مين دي اللي كعب داير؟ ما خدتش رأي ليه يا صاحبي قبل ما تقع الواحة دي؟ احنا رجاله بننفذ على طول ما بنتكلمش. البنت سمعتها زي الفل وهي دي اللي تنفع الزوجه الصالحة. صالحة مين دي؟ اكس امباير. اكتم يا ابني. اجنبي بيلاغيك في الصح يا صاحبي. قصدي قال لي كنت صاحبي. ولو مش مصدق شوف الفيديوهات اللي على تليفونه. وبجودة عالية قوي. اكتم يا ابني. سحبي لخيك في الصحة يا سميلي. قصدي اللي كنت سميلي. ولو مش مصدق شوف الفيديوهات اللي على موبايله. وبجودة أحلى من موبايلي. أما عن بيسا فأنا هتجوزها عشان أسطر عليها. اكتم يا ابني. ايه بقى؟ قفلت معانا زي الدومنا. افتكر يا عم كله اللي انت اللي حطيتنا في الوضع العجيب ده. يلا بينا اجنبي. خلي الموبايل معاك عشان تتفرج على المتام براحتك، بس اوعى تخش على النت لحسن الباقه قربت تخلص. بعد ما تخلص الفيديو اللي عندك ابقى شوف الفلاشية دي. دي عليها الأعمال الكاملة بتاعت ستة عزيزة كعب داير بتاعتك. مش أنت كنت عايز واحدة بسلفانتها؟ أنا بس عايز أقولك حاجة واحدة قبل ما انكشح من وشك وما تشوفش وشي تاني. أنا يوم ما اديتك قلبي اديتهولك عن طيب خاطر. ويوم ما سلمتك نفسي سلمتك نفسي عشان كنت بحبك. البس بقى يا ابو الرجوله.